البعض بيعتقد إنه النجاح ضربة حظ أو صدفة، وإنه النجاح الكبير موجود على طبق من ذهب، بس الواقع بيحكي إنه كل شخص أبدع ونجح بحياته كان مشواره طويل واستغرق منه ليالي سهر وتعب. المصور الفلسطيني محمد حسين قدر يتميز بصوره ويخلي الناس تعرف إنه هاي صورة محمد حسين بدون ما يترك توقيعه أو اسمه عليها. لو رجعنا بالزمن شوي قبل محمد حسين المصور المعروف، رح نلتقي بإنسان في بداية عمره أحب إنه يقدم الخير ويتطوع في قرية عارورة، والخير اللي قدمه رجع له أضعاف مضاعفة. كملوا الحلقة عشان تعرفوا إيش هي القصة اللي صارت معه، بس هلأ خليني أكمل وأحكي لكم إنه ضيفنا قدر يخلي لكل صورة روحها الخاصة وكل مناسبة ذكرى ما بتنتسى. قدر محمد يجذب عشرات الآلاف من المتابعين على صفحته على إنستغرام، ولو أخذت جولة بهاي الصفحة رح تشوف صور أطفال ومناسبات من خطوبة وزواج، إضافة إلى تخصصه في تصوير الميك اب، وقريبا رح يتخصص في تصوير المأكولات المختلفة ويفتح نفسكم على الأكل أكثر وأكثر. ليس عليك أن تكون عظيماً لتبدأ، بل عليك أن تبدأ لتكون عظيماً. هذا هو المبدأ اللي مشى عليه ضيفنا المصور الفلسطيني محمد حسين. تعالوا معنا لنتعرف على باقي التفاصيل. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، حلقة مختلفة نارية حماسية مع المصور المبدع محمد حسين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أمورك تمام؟ الحمد لله تمام. معنويات؟ لوز. عغالب ولا مغلوب؟ لا طبعا غالب. ركزت أنت، غالب ولا مغلوب؟ مش رح تغلبيني. محمد واضح أنه كتير شاطر في لعبة البولينج، وعشان ما نطول خلينا نروح لأول فقرة بحلقتنا لليوم. بنشوف الناس وصلت لنجاح وإبداع وشهرة وعدد من المتابعين، بس أحياناً بننسى كيف بلشوا هدول الناس، وما بنعرف إنه كانت الطريق متعبة وطويل شوي. لهيك حبينا نعرف محمد حسين المصور اللي لعينه طريقة مختلفة في التقاط الصورة، كيف بلش، وخلينا نعرف القصة اللي فيها كتير أحداث مع محمد. محمد، كيف بلشت مع التصوير؟ مني أنا بلش لك أحداث مفعمة، يعني تحكي أنه صار لي في التصوير ما يقارب 6 أو 7 سنوات. 2014، اليوم إحنا في 2021. الحمد لله لمرت 2020 هيك. بدايتي كانت جدا صعبة، مش سهلة زي ما حدا شايف. مثل ما بيحكوا دائما الدرج بده شوي تطلع عليه، ما تطلعه مرة واحدة عشان ما تنزلش مكسر. صحيح. خلينا نحكي أنه التصوير دخل على حياتي صدفة، ما كنت حابب أدخل فيه، يعني ما كنت مفكر أن أكون مصور. خلينا نحكي أنه اكتشفت التصوير خلال ممارسات شغل تاني غير التصوير. جميل. يعني بنحكي مثلا بلشت في حملات تطوعية صغيرة على مستوى قريتي اللي أنا منها، قرية عرورة. كنت أنقل أحداث صغيرة على صفحة على الفيسبوك، لصفحة باسم البلد، فكانت طبعا أكيد بحاجة أنك تنقل الصورة للناس شو بتشتغل. صح. فكنا نصور على التلفون صور ما كانت هالكواليتي العالي. خلينا نحكي انه يوم من الايام صديق من الاصدقاء حكى لي هاي كاميرا بدي اياك تصور لي، هو دكتور، تصور لي، دكتور طب طبيعي، هو بيعمل ابر صينيه ومش ابر صينيه. تصور لي وتنزل لي عنا انه عندنا حدا في البلد هيك بيشتغل، خذ انت استعمل الكاميرا صور اللي بتقدر عليه في البلد وانشر لاهل البلد، بما انه اللي احنا كثير عندنا مغتربين برا في امريكا وفي دول اوروبا، فبيحبوا يشوفوا اهل البلد وبلدهم. صح. على السوشيال ميديا. في 2014 السوشيال ميديا كانت لسه خلينا نحكي مش هالكد عليها اقبال. صح. تمام. هسا انا بلشت اصور على الكاميرا مثل بتحكي الاحداث اللي بتصير في البلد، الطبيعه، شكل البلد، الشغلات القديمه في البلد. حسيت انه انا بقدر انقل صوره احلى من هيك. فحكيت انه الكاميرا مش للاستوديو، مش للصحفي، الاستوديو هو بمعنى اخر اعراس وحفلات، مش للصحفي كمان، في كمان الكاميرا بنقدر نستعملها بعالم ثاني، نقدر نستعمل ننقل
جمال اي شخص او اي مكان من خلال هذه الكاميرا. بما انه الكواليتي كانت كثير عالي بينها وبين التلفون، في 2014 ما كان هالتلفونات لسه صحيح. ما كان هالثوره، الكاميرا ما كانت زي اليوم. بالضبط، وما كان في ثوره في عالم التلفونات والكاميرات، كانت الكاميرات يعني تقدر تقولي اسماءها ونوعياتها معدوده على الاصابع. فكانت الكاميرا بتقدر تحكي مبلغها كثير يعني رخيص، كانت زمانها كتير غالية، احنا بنشوفها من زمان رخيصة. بس مقارنة باليوم، بمقارنة باليوم يعني بتحكي هسا بتعديش اسماء كاميرات. في عندك من الالف للمئة الف، في كاميرا بمئة الف تقدر تشتريها بمئة الف يعني. طيب رح نوقف هون عند لما اخذت الكاميرا واللي هي كانت عبارة عن هدية من صديقك. صديق. وخلينا نروح لضربة بعد ما كنا مع سؤال لك يا محمد. تمام. واذا اول ضربة رح تكون معي او معك، شو رأيك؟ معك انت. لا انا نجربك. لا نجربك. نجربك. اوكي خلينا نروح اذا لاول ضربه بحلقه اليوم. وايش رح نختار؟ لون الحظ ان شاء الله يكون الاخضر، فعله منيح علينا ان شاء الله يكون فعله منيح عليك. تفضل. هون نجربك اول شيء بعدين بنشوف. طيب اول ضربه ان شاء الله تكون ضربه خير. هي زحفت. الله الله. هي 2021 هي بدايتها معها. خلي الجذبه. طيب يلا ان شاء الله الثانيه. احنا مش هنكتئب يا جماعه. في غلط. قبل التصوير جبنا ضربات كيف؟ اوه قبل التصوير معها بطوله، معها كاس في البولينج. طيب يلا يا محمد خلينا نجرب. دورك يلا. انا حكيت لك قبل التصوير دائما لازم تختار الطابه تكون على قد ايدك، فانت بتختاري الطابه. خلينا نختار هاي. يلا. ان شاء الله يا رب ما يكون الحظ. في غلط، في غلط. ان شاء الله ما تخيب. ان شاء الله ما تخيب. يلا. حتمنى لك الخير، انا حتمنى لك الخير. حتتمني لي الخير؟ حتمنى لك الخير. طيب ماشي. يعني نقدر نحكي اني غلبتك في هاي. انا هرد الاعتبار، انا هرد الاعتبار. هرد الاعتبار. رد الاعتبار، رد الاعتبار. إذا بتجيب الثلاثة هدول أنت رديت اعتبار كامل. خلص استنى يا رب. باي باي. باي باي لندن. رح نكمل لعبتنا، وزي ما حكى محمد يمكن أول ضربتين ما زبطوا معنا، بس هذا بدل على إنه بالحياة في كثير شغلات ما بتزبط معك من أول مرة، بدك تجرب مرة ومرتين وثلاث. وهلا رح نشوف شو وضعنا بهاي الضربة. برضو حتى لو ما قدرت تجيب الطبات يعني مش خسارة. صح؟ جبنا بالزبط. شوي أكيد. تعلم من أخطاء الواحد. يلا 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 يلا. ووو. ضلك وحدي. هذا معناه إنك طالع بدرجة شوي شوي. صح. هاي هي الضربة الأخطر. هاي عن كل المجموعات. قبل ما ألعبها وهون بدي أسألك، قد إيه أنت بتكون في شغلات واضحة قدامك بس إنك توصلها شوي صعب؟ قد إيه حسيت هذا الإشي من مشوارك؟ إنه أنت عارف شو بدك، عارف وين رايح، عارف خططك، عارف والهدف هي قدامنا موجود، بس لنوصل له شوي صعب وبده كتير تركيز. شو يعني أنت حامل الطابة صحيح؟ صح. أنت حاسس بثقل الطابة؟ يعني صحيح. ثقل الطابة هو ثقل الحياة اللي علينا. آه. لما بدك توصل لهذا الهدف اللي انت بتطلع عليه لازم تخفف هذا الثقل اللي بايدك. ضغوطات حياتك، شغلك، مجالك، علاقاتك بين الناس. الهدف اللي بدك توصله هو راحتك انت، يعني الراحة النفسية اللي جواتك. صح. لما انا بلشت في عالم التصوير كان نفسي امتلك احسن عدة، بس اكتشفت انه الاشي مش بالعدة. اكتشفت انه الاشي كيف اضبط علاقاتي بين الناس عشان يعني انزل الصور يشجعوني اكثر، يحكوا لي محمد يلا، مع انه كنت
في ناس ما يشجعوني، خلينا نحكي هذول الناس اللي كانوا قريبين على مجالي انه ها في طبعاً. واحد يطلع يبين طبعاً. تمام. اما الناس اللي كنت مثلا اطلع الكاميرا، كنت احمل كاميرتي والف البلد اصور، تمام، هاي الناس كانت تخفف عني. فعشان اوصل لهي النقطه كان لازم اتعامل مع الناس، ولهسه بتعامل معهم بلطف ومستعد ما اخذ مصاري على تصويري بس عشان اوصل الصوره اللي انا بشتغلها. يعني اتعامل معها بلطف. هي بلطف يعني خلينا نحكي انه الهدف صح بعيد بس الهدف مرصود. الهدف تذكريها. والرشاش جاهز. الرشاش جاهز. يلا 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 يلا. تعاملتي معها بلطف. إذا بدي أتعامل هيك وعفوف وطوط على الفاضي، وهذا بيشبه حياتنا قد إيه إحنا نكون منظمين ومركزين. بالضبط. أنا كثير مبسوطة بهذا الحديث مع المصور محمد حسين، يلي عينه بتختلف عن أي مصور تاني كيف يصور، خلينا نحكي الأشياء اللي هو بده يصورها. متخصص محمد أكثر إشي بالميك اب حالياً؟ حالياً أنا الميكوب. صورت، بلشت في الشغلات بشكل عام، بعدين تخصصت أكثر إشي على الميك اب والموديلينج. عم بدخل شوي شوي على مجال التصوير البرودكت والاكل، وهذا جدا صعب جدا، يعني اصعب من مجال اللي انا فيه حاليا. هسه في الميك اب مع انه لسه بطور من حالي، بس وصلت لمرحله انه بقدر انافس في الصور اللي بطلعها الحمد لله رب العالمين. كمان في الفيديو، كمان التصوير مش بس ستيل، كمان في الفيديو. خلينا نحكي انه وصلت لمرحله انه فعليا محمد بحاجه هسه للعده الكبيره، لانه خلص وصلت لمرحله اني ختمت اللي انا بايدي. رحنا للبروفيشنال اكثر. بالضبط. بدنا نطور. انا بشتغل على موضوع اني ما اضل محلي، اضل اطلع على العالمي. جميل. خلص انه انا محلي 6 سنوات 5 سنوات، جمعت عملت اتعلمت، خليت فتره الخمس سنوات هاي فتره تجريبيه الي. هسه بدي ابلش انافس باسم بلدي، وابلش احكي محمد حسين، مش محمد حسين، محمد من فلسطين. جميل. هاي هي بالنسبة إلي النقطة اللي لازم أوصلها. ليس عليك أن تكون عظيما لتبدأ، ولكن عليك أن تبدأ لتكون عظيما. هاي مقولة باني عليها من 6 سنين. مشهورة. هاي هي جملة أساسية حتى حطتها بالبروفايل. إنه أحيانا الناس بدها تبلش وتكون واو، الناس تعرفها وتكون رقم بالزبط. مهم، بس بتنسى إنه لازم تبلش أساسا. بالضبط. بتنسى إنه لازم تبني. شيء. صحيح. إنه لازم تطلع شوي شوي، وهذا الشيء كثير مهم واضح قد أنت ماشي عليه. طيب حديث جميل ولعبي أجمل معك، ورح نروح لضربتك القادمة. يلا ان شاء الله يخلي فيك. مبين انه في عندك حظ اكثر مني اليوم. لا لا ما. اللي هيضحك في الاخر. ايش اللي بيضحك في الاخر؟ صح بالضبط. يلا 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 يلا. براو براو. يلا الضرب اللي بعد. ممكن استعين بصديق؟ أنا اللي علمني إياها البولينج صديق إلي اسمه علاء، فحكى لي دائما لما تيجي تضرب ضربتك تخيل إنه هذا عدو بدك تدمره. طيب يلا تخيل أكثر حدا ما بتحبه. تخيل. والله ما بتحبه بالمرة شكلك. الفشل. ما بحبه. ما بحب شخص معين، هو ما بحب الفشل. ما بحب الفشل. عدو محمد الأساسي هو الفشل. طيب مشاهدينا، حلقة كتير حلوة مع المصور محمد حسين، راح نكمل بأسئلتنا بس خلينا نروح لفقرتنا التالية. حلو هذا التصوير، خلينا نحكي لبقته على اللبس. خريفي مش خريف. خريف مع اللون اللبس كشيء. يعني انا طلعت مع يعني رينا، طلعت معها انا وياها بالسياره، صرنا نلف في البلد وين اللابك اللبس، ما حددنا موقع يعني في نفس اليوم. جميل. الو محمد البس لبس حلو، لازم نتصور، لازم نعمل صور. قلت يلا نطلع، من لفينا تلاقينا مكان كثير لابك للمبس، بيشبه اللبس، بيعطيها روح وحياه مثل ما حكيتي. فهذا هو الاخراج بالعدسه الفوتوغرافيه، مش دائما الاخراج بالفيديو. مش بس الاخراج بالفيديو، الاخراج دائما بالصوره. فاحنا بنحكي مخرج بعدسه فوتوغرافيه، لازم نخرج دائما الصوره اللي احنا بنشوفها. لما حكيت لك اول مقابل انه اخرجت هاي الصوره في المكان اللي انا فيه، لما رميت الورق عملت حياه لوحه. صح. صح. ف
فدائما اللبس بتعكس المكان راح تتصور فيه. صحيح. دائما هاي اللبس اللي راح تلبسيها لها مكان مخصص، مش في اي مكان. اكيد اكيد. ففي ناس بتصور في نفس المكان يوم يوم يوم، لا تقدر تعكس صورتك في مكان. اكيد. طيب احنا بفقره بريك اخذنا بريك صغير من اللعبه وتفرجنا شوي على صور محمد، واكيد راح نورجيكم اكثر صور اشتغلها محمد والتقطها بعدسته الخاصه. كمان محمد من الاشياء اللي ما بيعرفوها الناس اللي انت بتصورهم او بشكل عام، انه ممكن تكون طالع طشه مع اصحابك ورايح تغير جو، بتشوف مكان بيلفتك بتحطه براسك انه هذا المكان انا بدي ارجع عليه اعمل جلسه تصوير فيه، استغل انه هذا المكان مختلف. قد ايه صارت عين محمد بتلقط كل شيء جميل وبيخدم شغله؟ بطل وسع بذاكرتي صراحه. يعني بلقط كثير شغلات، كثير كثير. تنسيش انه احنا في وضع احتلال، المناطق اللي احنا عندنا محدوده جدا، فلازم نستغل كل زاويه كل نقطه تفتح وتفرج ان شاء الله، تفتح علينا البلد ونصير نروح على المناطق الاجمل. فهاي البلد يعني بتحكي بجوز درج الناس بتمر عليه يوميا، هذا الدرج نقدر نطلع منه صوره فعليا. في كمان عندي صور على السوشيال ميديا صبايا او موديلينج على درج حديد، درج عادي جدا بس طلع في الصوره كثير جميله، انا نسقت اللبس عليه. فاي زاويه وانت ماشي من الصبح من باب بيتك تطلع تتوصل شغلك بجوز تلاقي 30 زاويه، وانا بالسياره بكون وانا اسوق اطلع هاي المنطقه حلوه، هاي يا الله لازم ارجع عليها، هاي كذا وكذا. وللاسف في مناطق كثير بتجنن بس صعب انك تصور فيها، بيكون خصوصيتها خاصه لهم للناس او اصحاب الارض. فان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب تفتح حدودنا ونروح جوا، لانه جوا ما لازم نوصل. يعني في مناطق كثير واو، في ناس ما استغلوا هاي المناطق. بحكي للناس اللي جوا واللي عايشين جوا، صوروا وحطوا إثبات إنه هاي المنطقة فلسطينية، تاريخ فلسطيني، سور عكا، يافا، حيفا، القدس، مناطق الشوارع كتير زوايا بتجنن، بنقدر نتفنن فيها. إحنا برام الله وبحدود الضفة منطلع إشي واو، كيف لو ندخل جوا على مناطقنا المحتلة جوا؟ من الأشياء ما بيعرفوا الناس عنك كمان هي إنه أنت فنان بالصاجية والكنافة على الفحم. بالضبط، هذا عالم آخر نجربه من تحت إيدين محمد. أنت كتير معروف إنك شاطر كتير بهدول الشغلتين، وبتحب أساساً الطشة بالجبل والقعدة بالطبيعة بين الشباب والحبايب، بحب نتجمع. أو إحنا الصاجية بتجينا هيك صدفة، يعني بنتجمع هيك الشباب بعض يلا صاجية، لدرجة إنه خلص لازم نحط حظر على الصاجية، إحنا صار عندنا يومياً صاجيات، بطل في مجال للنادي كمان. بس هي الصاجية إشي كتير لطيف جدا وسهل، وفي نفس الوقت تجمع الجماعة حواليها وبتخلي الناس واللي حواليك ينبسطوا بأجواءها، وكمان هي من تراثنا الفلسطيني. طيب. صاجية وكلاية. في عندك ثلاث أسماء، معتز السوداني، أحمد عروري، محمد خطيب، إيش بيعنوا لك هدول الأسماء؟ واستنى أكون ما نسيتش حدا، لو أيضا يفضل. خلينا نبلش في أحمد عروري. سريعا كلمة عن كل واحد لأنه ما معنا وقت. أحمد عروري يا رب يا رب أضل أتحمله طول عمري، بس أضل بس أتحمله. طيب معتز السوداني. معتز سكرة، معتز الشخص اللي لما بشوفه بضحك حتى أنا كنت معصب. لؤي ضيف الله. لؤي لما بشوفه بحس هيبي، بحس إنه فيه في ظهري ناس. مين ضل كمان أنا كتبتهم عشان ما أنساهم؟ الخطيب محمد. محمد الخطيب. محمد الخطيب تحكي خلينا نحكي الزاوية الخاصة لما بدي احتاجه بلاكيه. جميل جميل. كل واحد عنده في كثير اسماء ما بدنا نظلمهم. يعني في كمان انا في كمان دعيس هذا يلا. دعيس الرفيق في السفر، الرفيق في الاكل، الرفيق في كل شيء. يعني بتحكي كل واحد عنده الاقرب. ف كثير في الاصحاب، يعني ما بدي اظلمهم، في كثير اسماء، يعني كل واحد عنده زاويته الخاصه. الشغلات اللي كتير كمان ما بدي احكي شباب، في كتير صبايا يعني. صح. صديقات كتير مقربات إلي وقفوا معي في طلعتي، كانوا يشجعوني، كانوا يحكوا عني دائما ويحكوا محمد. يعني خلينا نحكي انه اكثر حدا اشتغلت وتعاملت معه رينا كثير وقفت معي. الحديث معك كثير حلو محمد، بس لازم نرجع نكمل الجيم ونشوف مين راح يربح انا ولا انت. اذا المشاهدين مكملين وخليكم معنا. محمد يا بتصيب يا بتخيب معك، شو رأيك؟ والله هاي في إصابة في إخابة عشرتين. يلا شو تمام. رأيك؟ بلش أنا نبلش. ولا أنت؟ نبلش أنت. يلا يا بتصيب يا بتخيب. يا بتصيب يا رب بتصيب.
شو حكينا؟ بدنا نركز على الهدف، انه العدو الاعظم. بالضبط، انه من سنحطمه اربا اربا. بالضبط. تذكر الشغلات اللي كانت معك بالجامعه، الشغلات اللي بلشت تطلع فيها. معناها في شغلات كثير عندي. هي واحده. هي واحده. هلا رح نحكي يا بتصيب يا بتخيب. هلا صح؟ يا بتصيب يا بتخيب. بالضبط. انت شو رايك، بتصيب ولا بتخيب؟ انا بحكي رح تخيب. رح تخيب. شكرا شكرا. هذا اللي بسموه بالحياة تحطيم المعنويات، فهو بحطم بمعنويات عشان انا ما اوصل. لا بالعكس، بس انتوا اصروا على اهدافكم. يلا طلع تنشوف. يلا لما خابت. هي خابت لما تذكرتي موضوع الجامعة. طيب أنا ما زبطت معي، بنشوف محمد حسين المصور اللي بتزبط معاه بلقطات صور كثير حلوة، هون بدها تزبط ولا لا؟ يلا إن شاء الله. إذا خابت معي أول مرة راح أحكي لك عن أول خابت. إذا صابت معي ببلش بالإصابة. حلو. طيب محمد رح يجاوبنا بناء على الضربة. شو الضربة هاي؟ دائما ضربة حظ هاي. هاي بالنسبة إلي خابة. مش الضابة. طيب قبل ما نضرب الضربة الثانية، امتى خلينا نحكي خابت معك الأمور وحسيت إنه خلص مش هكمل، مش ضابطة معي، مش حظي، مش ظروفي، مش حياتي، امتى كنت بهاي المرحلة؟ لما دخلت بعت كاميرتي، بدي اشتري الكاميرا اللي بيحكوا عنها الفول فريم، هاي الكاميرا اللي بتحكي من موتور سياره صغير لموتور سياره كبير. انه هاي بدنا نبلش بروفيشنال، بدنا ندخل على هاي العالم. شريت الكاميرا من هون، اكتشفت انه الشخص اللي بعني هاي الكاميرا نصب علي. كل مصرياتي واللي حوشتهم، خلينا نحكي بداياتي ما كان معي هالمبلغ الكبير، ضاعوا. فخلينا نحكي انه هذيك النقطه، خلينا نحكي بكاش حدا جنبي، فكنت لحالي. طيب خلينا نشوف، بلكي بتصيب هلا ونشوف امتى رجعت صابت معك الامور وامتى رجعت زبطت معك. ان شاء الله. يلا هي هتصيب. هون كانت اصابتي. فعليا اول مره خابت كضربة في الحياة، رجعت صابت باللعبة. وإمتى رجعت صوبت أمور حياتك ورجعت مشت الأمور زي أول وأحسن؟ تمام. الكاميرا اللي أنا انباعت إلي على أساس إنه انتصب علي كان فيها مشكلة خربانة، يعني كانت ما بتصور بالعين، تضطر تظلك تصور على الشاشة. للأسف حاليا تعودت أظل أصور على الشاشة، بطلت أصور على العين. حتى الناس صاروا يقولوا ليش محمد بضل يصور على الشاشة، معناها بطلع صورة أجمل. بس السبب اللي اول مره بحكيه انه كانت الكاميرا اللي انتصب علي فيها ما بقدر اطلع عليها بالعين، لازم اصور على الشاشه والعب في الفوكس. فضلت ايدي، اكتشفت انه انا بقدر اتحكم في الصوره على الشاشه اكثر من العين، بقدر اشوف زواياها والوانها وكذا وكذا. فبلشت اصور على الكاميرا العطلانه الخربانه هاي واصور صور، حتى صرت اشتغل تجاري. فشريت كاميرا جديده، بلشت على هاي الكاميرا الجديده، ورجعت محل ما وقفت، كمان مش محل ما وقفت، رجعت بشغلات كثير معي. جميل. طيب اذا مشاهدينا بس رح نروح على لاخر فقره وهي اللي بنحسم فيها حلقه اليوم ومين رح يفوز اليوم، خليكم معنا باخر فقره بحلقتنا. محمد رح نشوف بعد الضربه اذا هل راحت عليك فعلا او لا. يلا اخر ضربه معك بحلقه اليوم. اخر ضربه. اخر ضربه. بما انها اخر ضربه خلينا نتفنن. يلا تفنن. هذا الفن بحد ذاته. هذا الابداع بحد ذاته. هي فعليا راحت عليك الضربه، بس في الحياه سريعا سريعا هل تعتبر انه راحت عليك شغلات معينه، فرص، مواقف ما استغليتها بشكل عام، ولا بتحكي لا كل شيء بيجي وقته واللي راح عليه بقدر استفيد منه مره ثانيه؟ حلو.
اللي راح بقدر استفيد منه كمان مره، بس كثير راح علي فرص، عرض علي كثير يعني فرص انه اخذها، بس للاسف ما استغليتها. بس خلينا احكي انه اللي راح اجل احسن منه. جميل، يعني فيش شيء بيروح الا بنتعلم منه حتى لو كانت غلطه. بالضبط بالضبط، اللي بروح بيجي الاحسن منه دائما الحمد لله رب العالمين. احنا اليوم حلقتنا كانت كثير حلوه وكثير مميزه مع المصور محمد حسين، يلي العين الخاصه فيك تاخذ الشيء اللي ما حدا بياخده، وزي ما بيحكوها الصوره دائما لها روح، وانت بتطلع اجمل روح لاي صوره. صح. وفعلا كل حدا جرب انك تلتقط له صوره حس انه مميز، وهذا الشيء اللي خلى المصور محمد حسين معروف مطلوب بشكل كثير كبير بين الناس لمناسباتهم المختلفة. فإحنا فخورين فيك، استمر إن شاء الله المرة الجاي نلعب معك بولينج بتكون مصور عالمي مش بس على مستوى فلسطين. إن شاء الله. الله يسعدك يا رب، شكرا على الاستضافة السعيدة. تمام، المرة الجاي أنت بتستضيفنا. أنا طبعا أنا بستضيفك عندي على اللايف. تمام. إذا مشاهدينا الكرام هيك حلقتنا بتكون وصلت لنهايتها. الحياة لعبة، مرة بنكسب ومرة بنربح، مرة فيها ضربة بتوجعنا ومرة فيها ضربة بتقوينا. شكرا وإلى اللقاء.